في إطار علاقات التعاون والصداقة المغربية التونسية، أجرى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم بالرباط محادثات مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة الذي يقوم بزيارة للمغرب. العلاقات بين المغرب وتونس منذ دائما هي علاقات تعاون وعلاقات ودية وأخوية. أعتقد أن زيارة جلالة الملك الأخيرة لتونس كانت أكبر تجسيد لهذه العلاقة الخاصة الموجودة بين المغرب وتونس في مختلف المجالات. هنالك تعاون ونية في استمرار التعاون في جميع الأحوال في المجال الأمني بالخصوص، وهذا اليوم هو مجال حيوي وغير قابل للتأخير أو للتردد. تناولنا جميع المواضيع، المواضيع الاقتصادية كما تعرفوا عنا كثير من عنقود يعني واتفاقيات الشراكة اللي عقدناها في المدة الأخرى جاي في إطار المتابعة. تدارس الوضع بالمنطقة، الوضع الأمني وتداعياته على بلداننا. وخلال المباحثات استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون الثنائي وجدد العزم على متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين البلدين في جميع المجالات.